آسيا سيلز ترجع لكم بأقوى وأضخم الجوائز الرمضانية. إذا شاركت بأضخم عرض رمضاني من آسيا سيل اشتريت خطك اليوم الموسم الثاني، فيمكن تسمع اسمك ويا الرابحين. خلونا نتعرف اليوم على الفائزين الثلاث بالجوائز الأسبوعية اللي هي 18 مليون دينار، ويا الفائز بالجائزة الأسبوعية الأولى. ألو، منو معي؟ صالح محمد، صالح لكلار. ويا الفائز بالجائزة الأسبوعية الثانية. ألو، منو معي؟ جواد حسن سفر من الموصل. وخلينا نشوف الفائز بالجائزة الأسبوعية الثالثة. ألو، منو معي؟ مصطفى عبد الله شاكر من البصرة. ألف مبروك للفائزين الثلاثة بالجوائز الأسبوعية، الكل ربحان ويا آسيا سيل. وانت همنا يمكن تفوز بالجوائز الأسبوعية المتبقية، وممكن أيضا تفوز بالجائزة الكبرى اللي هي 60 مليون دينار. واشتري خط جديد أو اشحن خطك الحالي لتكون أحد الرابحين. آسيا سيل تجمعنا سوا.